العطاء لا زال مستمرا، فلا زالت منظمة شباب لأجل سوريا بشراكتها الرائدة مع رابطة العلماء السوريين دائبة على بناء الجيل. فها هي مراكز نور القرآن تفتح أبوابها لعام دراسي جديد برعاية كريمة من المنظمة، حيث يستمر تدريس القرآن الكريم لفظا وتطبيقا، ويستمر قطف الثمار. فبعد أن كان الأطفال لا يعلمون عن القرآن إلا ما تعلموه بالوراثة، أصبح اليوم لدينا براعم متقنين بفضل الله أولا، ثم القائمين على هذه المراكز. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في السابق معرفتنا بالقرآن بمقدار معرفة آبائنا، وما تعلمناه من مناهج الطاغية في المدارس كان إلى الخطأ يقرب. أما اليوم بفضل الله ثم أساتذتنا من مراكز نور القرآن أصبحنا متقنين ومعرفتنا بالقرآن أكثر من أهالينا. نشكر أساتذتنا ومنظمة شباب أهل سوريا. حيث وضع برنامج متكامل للعملية التدريسية، حيث خضع المدرسون لدورات تطويرية لرفع سويتهم وأدائهم أيضا. بعون الله وفضله تم وضع برنامج لتطوير قدرات مدرسي القرآن والمعلمين. ضمن برنامج متكامل لرفع قدرات وسوية هؤلاء المعلمين، ونشكر منظمة الشباب من أجل سوريا. كما تم فرز الطلاب إلى مستويات للتطوير المستمر والوصول إلى الهدف المنشود، ألا وهو جيل قرآني قولا وفعلا. كما عبر الأهالي عن مدى سرورهم بأولادهم وما وصلوا إليه بعد دراستهم بمراكز نور القرآن لأكثر من 3 سنوات. مع نور القرآن حقيقة نحن نشكرهم جزيل الشكر. هذا ابن عمر كان من المسجلين في المركز، وأنا حقيقة سعيد جدا بتسجيله، ولله الحمد يحفظ الآن من كتاب الله سبحانه وتعالى بحدود 7 أجزاء. وبهذه المعطيات كلنا أمل بجيل يعطي لأمته ووطنه حاجتهم من التقويم الأخلاقي النبيل. آيات محكمات سور معبرات، آيات محكمات سور معبرات، أحكام واعظات علوم نافعات كنوز وعبرات.